إذا رأينا إنسان مثلا يقرأ في جريدة مجلة، نعم، فهو هي مكتوبة بالأحرف اللاتينية لكن مثلا لغة أندونيسيا مثلا، هو لا يعرف اللغة الأندونيسية، هو لكن يعرف يقرأ لكن لا يفهم شيء، ويقرأ ويضحك، ايش نقول عنه؟ مجنون. كيف تقرأ ولا تفهم شيء؟ كيف بمن يقرأ القرآن؟ هل يعقل أن تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ولا تفهم منه شيء؟ يمكن؟ الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن حتى نقرأ بلا فهم؟ لا، لابد أن نفهم معاني كلام الله. أنت الآن لو ترى واحد الآن مثلا يشتري جهاز مثلا وهو لا يعرف يشغل هذا الجهاز، كيف يعمل هذا الجهاز؟ فأنت الآن في هذه الدنيا كيف تعمل بدون قرآن؟ إذن أنت لابد أن تفهم كلام الله، وهذا أمر يسير، لا تبحث عن الكتب المطولة في التفسير، لا تفتح الكتب التي فيها يعني مطولات في التفسير 10 مجلدات 8 مجلدات، لا، تأخذ مختصر في التفسير يكفيك، هذا كل ما تقرأ آية اقرأ معناها، لا تبحث عن الكتب اللي فيها الخلاف وفيها كذا، إذا لا تحب القراءة في عندنا تفسير مسموع، تستطيع أن تسمع التفسير، عود نفسك على هذا.